السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة استكمالا لموضوع اللي هو الحمام اللاحم. الحمام اللاحم اللي هو الأربع حمامات اللي أنا عملت عليهم الفيديو السابق، اللي هم اتنصب عليا فيهم اللي أنا استلمتهم بالليل، صبحت بالنهار، وجدت كل العيوب اللي ظهرت فيهم اللي قلت لكم عليها في الفيديو السابق، اللي هسيب لكم الفيديو في علامة الاي اللي هتظهر دلوقتي فوق هنا. تمام. طيب احنا عطينا قبل كده في الفيديو السابق، قلنا على الكلام ده لمدة 12 يوم كل الادوية دي، مجموعة الأدوية دي لمدة 12 يوم. أنا بقى عايز النهاردة إن أنا أحط أسيب الحمام ده بقى من العزل بتاعه. الحمد لله إحنا عالجناهم، الحمد لله، من الجدري، وعالجناهم من التنفسي، وعالجناهم من الإسهال، مشاكل كتير يعني مش قادر أقول لحضرتك كتير. والحمامة اللي رجلها مكسورة، حمامة اهي اللي جاية ديت اللي انا نتفت ريشها اللي بقت برجل واحدة ديت، اهو زي ما حضرتك شايف الحمامة دي. طبعا ما زلنا بنستكمل علاجها بريباريل، بندهن لها كل يوم مرة او مرتين على حسب يعني الوقت، لكن هو ينفع مرة او مرتين، ما زلنا بنستكمل علاجها. طيب انا مش مطمن برضو ان انا هسيب الحمام ده مع الحمام بتاعي. هيطلع هيجي حد يقول لي انت ليه دايما بتقول لي ان اتنصب عليك والحمام اللي بتجيبه وحش وكده. لا، في حمام كويس والله. انا اشتريت تاني من بنت على النت برضو، على احد الجروبات، كانت ناشره 3 زغاليل لحم، اللي هم ال3 زغاليل دول اهو ما شاء الله، وجبتهم ما شاء الله، سيبتهم في وسط الحمام يعني ما عزلتهمش اهو، لان انا شايف ان هم نضاف يعني ما شاء الله. هم كلمة ونص من على النت والله، بعتتهم لي حتى من غير مصاريف شحن ولا حاجة، كانت عربية جاية دمياط فهي بعتتهم لي. فيعني هو مش كل الناس يعني، حتى انا بعد كده لما لقيت ان هي مصدر ثقة وحمامها كويس سألتها مفيش تاني عندك او في حاجة طالعة تاني، قالت ان هي لا مفيش دلوقتي، فقلت لها لما يطلع عندك حاجة قوليلي. فطبعا اللي انت بتعامله وبيطلع معاك كويس فانت عايز تعامله تاني. طيب انا علشان اسيب الحمام ده مع الحمام بتاعي، يعني اسيبه من العزل بتاعه كفاية عليه الحبسة اللي هو فيها دي، عايز اطلقه في الارض كده مع الحمام بتاعي، علشان هيبان لي لو في عيوب تاني هتبان. الحمام لما يتحرك هيظهر على طبيعته. طيب اعمل ايه علشان اسيبه؟ انا مش مطمن. فانا اشتريت الدواء ده، يونيكتام، مضاد حيوي واسع المجال، ويمكن غالي شوية غير الأدوية اللي احنا دايما بنستخدمها، غير التتراسيد. دايما بحب ان انا انوع في المضادات الحيوية، ما تشتغلش على صنف واحد بس، ربما ده ما يجيبش نتيجة يبقى ده اللي يجيب معاك نتيجة. طبعا هو الحمام اللي عندنا، خاصة الحمام اللحم اللي انا شاريه ده، ال4 حمامات دول كان فيهم يعني امراض البدع، يعني زي ما تقول قول فيهم كل حاجة، فيهم كل شيء. فانا هستخدم ده للحمام بتاعي كله بما فيهم الحمام اللاحم، بعد ما ايه ما نضيفهم على بعض من السلاكة دي، نفضيهم هنا واعطي الحمام كله اليونيكتام ده. تمن العلبة دي 38 جنيه. هنشوفها. هو طبعا هي جاية بودرة لوحدها كده، بتتحل بالامبولين المية دول. تمام كده. هنقول لحضرتك دي بتنفع عشان ايه، وليه انا جبت النوع ده بالذات وهو غالي كده، ليه انا جبت ده.
ده ان شاء الله هينفع معانا في حاجات كتير، وهينفع مع معظم مربين الحمام لو عارفهم ده بيعمل ايه. ده اللي هيجيب معاك من الاخر في كل الامراض، في كل الامراض زي ما بقول لحضرتك كده، في جميع الامراض. طيب ده بيعالج ايه؟ لعلاج الالتهابات البكتيريه، ده اللي مكتوب في النشره الداخليه بتاعته. لعلاج الالتهابات البكتيريه التي تصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي والتناسلي. طيب انا كنت سامع في دول حاجه كده بتكح، فطبعا هنا احنا عندنا الجهاز التنفسي، يبقى ده فيه التهابات البكتيريه والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي كان عندهم اسهال، والجهاز البولي والتناسلي ده مش هيضر في حاجه، يحسن من انتاجهم وقاتل للبكتيريا. يفيد استعمال اليونيكتام في علاج عدوى الجهاز التنفسي العلوي مثل الانف والاذن والحنجره. طبعا هو بشري، فده اللي بنتقال عليه التهاب اللوزتين والتهاب الجيوب الانفيه، انا بقول لك اللي مكتوب في النشره بتاعته الداخليه، والتهاب البلعوم والتهاب الاذن الوسطى، عدوى الجهاز التنفسي، التهاب الشعب الهوائيه، التهاب الكلى، عدوى الجلد والانسجه، عدوى الجروح، الخراريج. تمام، دي اللي احنا محتاجينها دلوقتي. يبقى احنا محتاجين منها اللي هو الجهاز التنفسي والجلد والانسجه، عشان كان عندهم جدري، عندهم جدري، وكمان اللي هي الخراريج اللي هي شبيهه بالجدري، وعدوى العظام والمفاصل، الحمامه اللي مكسوره دي نعالج الكسور اللي هي فيها، اللي احنا شفناها في فيديو الامس اللي انا مسكتها لكم دلوقتي ووريتها لكم دلوقتي، اللي هي الحمامه اللي برجل واحده دي اللي ماشيه اهي اهو. فالحمامه دي محتاجه الدواء ده جدا جدا جدا. شوف ازاي الحمامه دي، هنشوفها كده اهي. طيب نبدا نقول العلاج من يستخدم، هنستخدمه ازاي. طبعا هو العلاج ده بودر، هنفتح الازازه كده ونشيل الغطاء اللي عليها ده، نحاول نشيل ده او كده بالطريقه دي. فتحنا الغطاء، معانا ازازتين الميه. ده هي الميه دي بتتحل لحد العلامه دي، المفروض نحلها لحد العلامه، لكن بالنسبه للحمام لو انت فضيت الميه كلها مفيش مشكله. نفتح الميه، فضي نفضي الأنبولة الأولى، بالضغط كده، حاجة نظيفة يا جماعة، دواء ما شاء الله، حاجة نظيفة نظيفة جدا يعني، هتشوفها لما تفتح العلبة حاجة نظيفة. الأنبولة التانية برضو هفتحها أفضيها، لازم تضغط على الأنبولة كده عشان تفضي المية. وطبعا هنرجها جيدا وهنستخدمها بعد كده، نحط الباقي في التلاجة نستخدم منها. انا بالنسبة لي انا هستخدمها لغاية ما تخلص، لكن هو يفضل انك تستخدمها لمدة 5 ايام. انا اعطيت كتير، فبالنسبة لي لو اعطيت 3 ايام كمان الدواء اللي شفتوه قبل كده، فاعطي حوالي من 3 ل5 ايام على حسب العبوة ما تخلص. تمام، هي فعلا جت لغاية العلامة الأنبولتين، فاحنا هنجيب المسقة بتاعتنا ونحط عليها 5 سنتي، هي فيها العلامات معها العبوة بتاعتها، العلبة العبوة دي، المكيال ده عشان نحط فيه 5 سنتي على لتر المية. تمام، ونقدم منه للحمام جماعي، اللي عايز يدي في الفم يدي في الفم، لو انت مربي في سلكات اعطي في الفم بعد ما تحله كده، ممكن تاتي سنتي لكل فرد في الفم، نضيف عليه المية ونقدمه للحمام. طبعا بعد ما اضفنا المية على الدواء، انا كنت معطش الحمام علشان يشرب الدواء بسرعة،
ما يفضلش باقي قدام الحمام، يفضل ان انت تسقي الدواء على العطش. لكن في الصيف ده ما تعطش الحمام كتير، احنا كنا بنقول تعطش في الصيف 6 ساعات، لكن في الحر الجامد ده كفاية جدا 2 3 ساعات، تشيل المية 2 3 ساعات وبعد كده تحط المية للحمام. يبقى بكده لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.